تانية كمان للخبر اللي اتكلمنا عنه النهاردة، وهو الخبر الخاص باندلاع النيران في إحدى عربات أو في أربع عربات في القطار المتجه من بنها لمنوفة. معنا على الهاتف السيد رشاد عبد العاطي المتحدث باسم هيئة سكة الحديد. أهلا وسهلا يا أستاذ رشاد. أهلا وسهلا مهندس رشاد. أهلا وسهلا يا باشمهندس، أهلا بحضرتك. باشمهندس، عايزين نعرف الأول سبب اندلاع الحريق، هل وصلتم للسبب اللي أدى لاندلاع الحريق؟ والله الأدلة البنائية شغالة في البحث عن سبب اندلاع الحريق. طيب هل في أي أسباب تانية تخلينا نقلق من إن ده يكون، يعني إحنا في فترة كده كان حوادث القطارات والحرائق يعني أخذت وتيرة متصاعدة والحمد لله توقفت ونتمنى ألا تعود، هل في أي أسباب المفروض إنها تخلينا نقلق، أسباب تخليكم تقيدوا بعض اللمض الحمراء في الموضوع ده عشان خاطر؟ حضرتك بالنسبة لو ما فيش أسباب فنية. احنا ما فيش اسباب فنيه، ده طبعا اسباب تخريبيه. فطبعا طب حضرتك بتقول لسه التحقيقات مستمره، ازاي حضرتك قطعت ان ما فيش اسباب فنيه؟ لان احنا في لجان فنيه راحت وفحصت العربيات وقررت ان ما فيش اي مشكله فنيه. والمشكله طيب بتتجه لانها تكون مشكله ايه يا فندم؟ هل في اعمال تخريبيه ولا في اهمال ولا في لا اعمال تخريبيه يعني اللي واضح كده يعني. إذا كان في بنزين وقماش كده ولو في العربيات كده بعد، يعني ممكن الحريق يكون بفعل فاعل؟ طبعا. طب لو تقول لنا حضرتك حجم الخسائر اللي نتجت عن هذا الحريق؟ الخسائر الاربع عربيات اللي هم العربيه ب 2 مليون، يعني نقول خسائر القطر الاربع عربيات يبقى 8 مليون. دي دمرت تماما؟ طبعا. لكن الحمد لله ما فيش اي خسائر في العنصر البشري. لا ما فيش ولا اصابات ولا الحمد لله يعني. الحمد لله. شكرا جزيلا لحضرتك مهندس رشاد عبد العاطي المتحدث باسم هيئة السكك.